في العراق ممكن يتم إلغائها بسهولة. نعم. لا توجد تجربة إيجابية، وعليه أعتقد الواقع أثبت فشل مجالس المحافظات. أنا لا أتكلم على ماضي، عذرا، لا أتكلم على مستقبل، أتكلم على ماضي وواقع، وأثبت حقيقة فشل مجالس المحافظات كتجربة في المجتمع العراقي. قد تكون أسباب الفشل مو سيد الكريم، هو هنا نرجع. أولا إحنا حقيقة يعني كمجتمع عراقي للأسف ما عندنا شيء اسمه اللامركزية. يعني اليوم هناك ما يسمى بالإدارة اللامركزية، الإدارة عن بعد. كثير من الآن حتى على مستوى البزنس والشركات قد ينجح هو في إذا كانت الإدارة مباشرة، لكن عندما تكون إدارة غير مباشرة تفشل. فموضوع الإدارة الغير مباشرة إشكالية. الإشكالية الثانية وهي جدا حساسة، هناك ما يسمى بتقاطع الصلاحيات، وهنا نأتي على موضوع القانون والهيكل التنظيمي. فهناك أصبح حقيقة تقاطع في الصلاحيات. أنا أتكلم في دائرة الجانب الإداري. عندما نتكلم على أمور أخرى اللي هو ما يسمى بالجانب المالي، اليوم حقيقة أصبح المجلس المحافظة هو حلقة زائدة أو مبلغ. طيب لكن دكتور رياض ضرب لك مثل بالقانون رقم 21 لسنة 2008. احنا شو سيد الكريم، احنا اليوم مثل ما قال الاستاذ الفاضل، يعني هو شيء اسس بقانون، وعندما تلغى تلغى بقانون. لكن انا اتكلم عن جدوى مجالس المحافظات، هل هي ذو جدوى ام لا؟ الواقع اثبت عدم جدوى. هكذا امور، هاي اولا من جانب اداري ومن جانب مالي. احنا اليوم كعراقي مر في ازمه ماليه، فاليوم بامس الحاجه ان نوفر مبالغ لا تذهب هنا وهناك. هاي اولا. الجانب الاداري عنده طيب مشكله. من يراقب هذه المبالغ وصرفها الزائدة مثلا من قبل المحافظين؟ مو يا سيدي الكريم، اليوم احنا لكل وزاره بلا استثناء الا من يمثلها في هذه المحافظات. يعني يفترض اليوم احنا الوزاره اليوم تكون موجوده. الامر الاخر والمهم جدا، عندنا اليوم احنا نفرض على مستوى محافظه البصره، وانا ابن البصره، عندنا يقارب 25 نائب. يفترض اليوم مجلس النواب يكون له مكتب رئيسي في هذه المجلس، يشترط به أن تكون كافة اللجان الموجودة في بغداد هي نفسها تكون في البصرة وغير محافظات حتى تتابع مهام إجراءات الوزارة. نحن طيب نعم بحاجة اليوم احنا ما عندنا نواب. اسمح لي فقط سيد العجمان، يعني النواب خرجوا من مدتهم القانونية الفعلية بعد رفع الحصانة عنهم ودخول الانتخابات، ننتظر الحين مثلا أن يؤدون النواب الجدد اليمين الدستورية. طيب هذه الفترة شلون؟ سيدي الكريم، اليوم اكو ما يسمى بالنظام الداخلي للوزارات. يعني اليوم ما في شيء اسمه اكو ارتجالي، اكو سيستم، اكو نظام. هذا النظام هو يفترض ان يقود، لكن نحن نحتاج الى جهاز رقابي. نعم مجالس المحافظات في هذه الدائره يفترض ان ينجح، لكن للاسف الشديد لم ينجح، وبدأ تشكل دائره من دوائر للاسف عوامل الضغط، ان صح تعبير، لوبيات الضغط على بعض المدراء وما شابه ذلك.